شوفوا الحين بيطلع عروق الذهب. طبعا العرق هذا هو نفسه، هذا اللون يعني لون طيب وبشارة طيبة ترى. ما شاء الله تبارك الرحمن، الصفار كله ذهب ترى. ما شاء الله حبايبنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الحين بيطلع عروق الذهب في نفس المكان. طبعا هالمكان جديد، لا تستغربون كيف هيئتنا وشي، مكان جديد جايين يعني نستكشف بس، وناخذ بعض من العروق ونفحصهم ان شاء الله. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونتوال بالخير وياكم، والمكان هذا مكان مركز. العرق ليه شافه، نحن على غطى العرق. طبعا العرق هذا هو نفسه، هذا اللون يعني لون طيب وبشارة طيبة ترى. العرق اللي ياك متأكسد بهاللون، هذا عرق وايد طيب، بس شرط يكون عرق المرو مثل ما تشوفون المرو هذا. ها المرو انواع واشكال، في اللي ضارب بني وفي اللي ضارب ثلجي وفي اللي ضارب انواع واشكال، بس يكون بهاللون متأكسد انت في السليم موضوعك ترى، انت موضوعك في السليم بعد قلبي. الله يسعدكم متابعيني حبايبي ومشاهدينا الكرام، والمكان هذا مركز مش مبالغ فيه، مكان مش مدقوق ومركز، وحتى بالجهاز الروم ننقط الذهب، بس ما يبنى الجهاز للأسف، الأخبار حصلناها آخرا يعني، بس إن شاء الله بنحصل فرصة أني ثاني مرة إذا جينا يا استثمار يا نشتغل نحن بعون الله. طبعا الرخص اليوم بنصير نقدم عليها بالأحداث، والأحداث الأقمار الصناعية اللي خذيناها ويا صاحب الجي بي اس في نفس المكان، مياود الكتاب، وماخذين وياكم عينات صخور عروق الذهب، وإن شاء الله خير، ودعواتكم حبايبي لا تنسونا بالدعم والاشتراك. حبايبي الطيبين رجعنا وياكم، ما شاء الله يعني وايد صخور الذهب عروق الذهب في نفس المكان، ما شاء الله تبارك الرحمن. فوق هذه كلها دلائل وجود الذهب في نفس المكان. طبعا بنفحص وياكم ان شاء الله وبنوافيكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. المكان اصلا روعة، والظاهر ان الشغل فيه روعة بعد. دعواتكم بس ان شاء الله تستتب الأمور، هاي مناطق جديدة طبعا، ما شاء الله المكان هذا يريح النفس صراحة. شوفوا الأرضية كيف، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما تشوفون صخور متواشي عروق الذهب في نفس المكان. شوفون الصخور حبايبنا، ما شاء الله هذه كلها دلائل وجود عروق الذهب في نفس المكان، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفون وياي، ياكم الله حبايبنا، ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبايبي من جديد، مثل ما خبرناكم وعدناكم ان بنفحص العينة وياكم، ويبنى التراب هذا اللي انطحن من نفس المكان، يبنى جزء بسيط منه، بنشوف وياكم ان شاء الله بالعين المجردة. هاي الطريقة تشوف كيف تخضه، وعقب فرة واحدة تحط يعني الثقيل اللي فوق ينزل ينصب من نفس المكان، وليه ما يكون صافي ولا نظيف، وبعدين بتلاحظون اذا في ذهب ان شاء الله بنشوف وياكم، واذا ما في ان شاء الله في المرة الجاية ولا في الفيديوهات السابقة، لان هاي المنطقة جديدة وما شاء الله مركزة على حسب خبرة اخوكم محمد العبري، فان شاء الله نشهد وياكم، والله يتمم كل شيء على خير يا حبايبي. انه نشهد ابو يعني باين الذهب عندك ولا لا؟
فبعد ياسين نكمل عملية تنظيف لين ما يتنظف على الاخر ويتم السواد بعدين ولا الزنك بعدين نشوف الذهب حتى في هذه المرحلة. بسم الله على بركة الله. اسلوني وبخبركم والله ان ما شاء الله اراضي مركزة ما شاء الله تبارك الرحمن. الصفار كله ذهب ترى وعياره 24 يعني بنسبة 98.3 2 5 ولا 98 97 اقل شيء ولله الحمد. يعني الجودة ما شاء الله عالية وهذه عبارة عن عروق الذهب اللي كنا نطحنهم في نفس المكان ما شاء الله تبارك الرحمن. احجار بسيطة اعطتنا دلائل طيبة في نفس المكان ما شاء الله. شوفون عملية التقطير بأصبع اليد ما شاء الله حبايبي ما شاء الله حياكم الله حبايبنا ما شاء الله. وهذا الزنك اللي تشوفونه هذا زنك رصاصي وفي فضة نفس المكان ومعادن أخرى مثل السيليكا والبلاديوم بس بكمية بسيطة جدا. شوفون الذهب هذا حبايبي هذا هو الذهب يا جماعة الخير ويعطيكم العافية. وهذا يا جماعة الخير من نفس الأرض اللي دخلنا وياهم ولله الحمد. الله زاد وبارك وبيزيد يبارك إن شاء الله ونحن علينا نحسن الظن حتى لو طلبنا خزائن الأرض. والله يواليكم لبس الصحة والعافية حبايبي. وايدين يسألوني وين الذهب وما نشوف الذهب مع ان راويناه الناس الثانيين بالفيديوهات الثانية والسابقة. فالحين نبغى نأكد ان الذهب متواجد هذا قدامكم بالعين المجردة والعيار طيب حق اللي يعرف الوان الذهب الحقيقية. وهذا مطلعينه من صوب منجم الاصانصير هذا طال عمرك تراوح نسبته من 98.3 إلى 0.5 وضع باليمان 98 وهذا للعلم حبايبي. يعطيكم العافية ودعواتكم